نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم إلى عناوينها. مصادر ميدانية تؤكد للميادين أن الاحتلال قدم أهدافا عسكرية ثقيلة للمقاومة، لكنها لم تتعامل معها لإصرارها على تحديد الزمان والمكان المناسبين لها. وإن عبارات الإدانة وحدها لن توقف ولن توقف استباحة إسرائيل وعدوانيتها المتواصلة على لبنان. وحدهم المقاومون يمتلكون سر المعادلة. رئيس المجلس النيابي اللبناني يؤكد على دور المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الردع. نتنياهو يقر ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن شن غارات في العراق بذريعة حماية مصالحها. أردوغان يهدد بإطلاق عملية عسكرية أحادية شمال سوريا إذا لم يسيطر على المنطقة الآمنة، ومقتل 45 عنصرا من تنظيم حراس الدين بقصف صاروخي للتحالف الأمريكي. البشير يعترف بتلقيه 25 مليون دولار من بن سلمان، والمحكمة تتهمه بالفساد. والهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن قبول ملفات 26 مرشحا لخوض السباق الرئاسي. أعلنت إسرائيل إغلاق المجال الجوي في منطقة الحدود مع لبنان، وأغلقت مطار كريات شمونة وأوقفت حركة الطيران فيه. مراسلنا نقل عن مصادر بأن الاحتلال وضع أهدافا عديدة للمقاومة لتنفيذ ردها الموعود، من بينها أهداف عسكرية ثقيلة وبشرية، لكن المقاومة رفضت التحرك لأنها هي التي تحدد زمان ومكان الرد. يأتي ذلك فيما واصلت قوات اليونيفيل تسيير دورياتها على الحدود وسط معلومات عن سقوط قذيفة ضوئية داخل موقعها في مزرعة بسترة. ومن الحدود اللبنانية الفلسطينية ينضم إلينا مراسلنا علي مرتضى. علي، بما خص النقطة والمصادر التي تحدثت عن وضع الإسرائيلي أهداف للمقاومة، لكن المقاومة رفضت أن تستهدفها لأنها هي ستختار المكان والزمان المناسبين. لنتوسع بهذه النقطة أكثر لو سمحت بالمجال المتاح للمعلومات والمعطيات. نعم، يعني لا بد من القول بأنه في حين اختفت كل الدوريات العسكرية المؤللة والراجلة على الحدود خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وفي حين أن الجيش الإسرائيلي تراجع مسافة 5 إلى 6 كيلومترات، لوحظ أولا ما ظهر جليا على الإعلام عبر الصور التي التقطها الزميل المراسل علي شعيب للدمية الموجودة في الجيب العسكري الإسرائيلي. هذه الدمية التي وضعت في ذلك في تلك الآلية لمدة يعني لأيام، أكثر من أيام، كان واضحا بأنها كانت هدفا مقدما من قبل الإسرائيلي على طبق من فضة للمقاومة. ربما كان الهدف منه اضربوا هذا الهدف ودعونا ننتهي من قصة الرد على ما حدث في سوريا وأيضا على موضوع الطائرات والاعتداء على لبنان. في المعلومات تؤكد المصادر ورأينا الأمر بأم العين أن هناك أهداف آلية عسكرية من النوع الثقيل، يعني ليست آلية، ليست جيب، ليست هامر، هي آلية عسكرية من النوع الثقيل. أيضا في موقع آخر وفي نقطة آخر تم كشفها بشكل خارج عن الروتين الذي اعتمدته إسرائيل خلال الأيام الماضية، يعني أن تكون موجودة هذه الآلية بهذا الوضوح وسهل جدا ضربة من قبل المقاومة التي ترصد كل الحدود بالطبيعة، فهذا يأتي أيضا ضمن السياق لتقديم الأهداف. وكذلك أيضا كان هناك حادثة معينة أكدت لنا أيضا المصادر بأن هناك أهداف بشرية، يعني هناك أهداف بشرية قدمت، وأقول أهداف بشرية عسكرية إسرائيلية وليس مدنية، تقدمت في بحجة ما باتجاه في نقطة معينة من الحدود باتجاه الشريط التقني، وكذلك لم يتم التعامل، وبالتحديد هم جنديين عسكريين تقدموا إلى تلك النقطة وبالتحديد لم يتم التعامل معهم من قبل المقاومة. عدم رد المقاومة أو عدم الاستفادة من قبل المقاومين لهذه الأهداف التي قدمت إسرائيليا توضح بشكل جلي وحاسم من دون أي مواربة بأن المقاومة هي تعلم
ماذا تريد أن ترد، بماذا تريد أن ترد، وأين تريد أن ترد، وكيفية الرد. وبالتالي هذه الحركة من قبل الجيش الإسرائيلي للمحاولة من التخلص ربما من هذه الفترة، فترة انتظار الرد، ومن هذا التوتر الذي يعيشه الاحتلال خلال فترة انتظار الرد، لم تتلقفها المقاومة، علما بأن المقاومة طبعا لا أحد يعلم ما هو الهدف، لا أحد يعلم أين سيضرب الهدف ومتى سيضرب بالهدف وكيف سيكون الرد، ولكن بالتأكيد أن المقاومة تعلم هذا، وهي لم تستفيد أو لم تغتنم أو لم تقع بما قدمه ولم تستفد بما قدمه الاحتلال من أهداف. هذا يوضح أمر واحد فقط، أن إسرائيل هي الآن في هذه الفترة فترة انتظار الرد. أعود وأستخدم العبارة التي استخدمها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، يعني على رجل ونصف، فعلا على رجل ونصف تنتظر الرد، وللمفارقة كما حدث خلفي الآن، يعني هذه هي الأوضاع هنا في الناحية اللبنانية من الحدود. الناس يعني داخل الأراضي اللبنانية وأيضا على الجانب الآخر الأراضي الفلسطينية المحتلة، كيف يعني ربما ترين خلفي التسلية، ربما ترين خلفي يعني التحركات العادية للمواطنين في الجنوب. اليوم نحن في عطلة نهاية الأسبوع، الناس موجودة هنا خلفي خلف الكاميرا، هناك مقهى يتواجد فيه العائلات التي موجودة هنا في بلدة الخيام. على هذه الأرض الناس يعني تمارس هواياتها بالتسلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. التوتر الذي موجود وواضح من الناحية الأخرى من الحدود هنا في لبنان غير موجود نهائيا، الناس مرتاحة تنتظر. لا نقول بأن الناس لا تنتظر الرد ولا تريد معرفة الرد، أصلا السؤال الأبرز في الجنوب، يعني صدقيني حينما نسير في الشارع كل من يرانا يسألنا متى الرد وأين الرد، وكأننا نعلم أين هو الرد، ولكن هذا السؤال موجود لدى الناس ولكنه لم يؤثر في نفسيتهم، في وجودهم، في سلوك حياتهم وفي نمط معيشتهم هنا في الجنوب. وبالتالي هذا هو الوضع بشكل واضح وجلي في هذه الجهة من الحدود اللبنانية الفلسطينية. إذن علي مرتضى مراسلنا من الجنوب اللبناني، شكرا جزيلا لك. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنصار حركة أمل إلى الإبقاء على الجاهزية المطلقة لإفهام العدو أن كل شبر في أرض لبنان مقاوم. كلام بري جاء خلال احتفال لمناسبة الذكرى 41 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في نبطية جنوب لبنان. إن حركة أمل شأنها شأن محور المقاومة، لن تسمح لإسرائيل بترميم صورتها الردعية في الشرق الأوسط على حسابنا، وإن عبارات الإدانة وحدها لن توقف استباحة إسرائيل وعدوانيتها المتواصلة على لبنان. وحدهم المقاومون يمتلكون سر المعادلة التي تعيد للأمة اعتبارها وتحفظ أمنها وسيادتها. مع إشادتي وتقديري البالغين للوحدة التي أظهرها كل اللبنانيين إزاء الاعتداء الصارخ على الضاحية الجنوبية. القلق الإسرائيلي لم تنفع معه زيارات كبار قادة الجيش لتهدئة المستوطنين ولا سيما على الحدود الشمالية. تقرير هاني فحص. استمر الترقب والحذر في إسرائيل على خلفية التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، تهديدات دعا مزيد من المسؤولين الإسرائيليين إلى التعامل معها بجدية من جهة، واتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالانتهازية والتضحية بمصالح إسرائيل الأمنية من جهة ثانية. يجب التعاطي مع تهديد نصر الله بجدية، وأرى أن الجيش يتعاطى مع التهديد بجدية. بخصوص التخلي عن سياسة الضبابية، فالأمر على نحو قطعي يتعلق بالانتخابات. نتنياهو يضحي بمصالح أمنية من أجل إنقاذ نفسه من المحاكمة.
بعد متابعة سنوات لنصر الله وخطاباته، فهو على نحو عام يفعل أو يجهد ليفعل ما يقوله. الدعوة إلى التعامل بجدية مع تهديدات نصر الله انعكست توتراً وقلقاً في أوساط المستوطنين على طول الحدود مع لبنان، قلق لم تنجح في تبديده الزيارات واللقاءات المتكررة لكبار قادة جيش الاحتلال. رئيس الأركان أجرى اليوم تقديرا خاصا للوضع مع القيادة الرفيعة في الجبهة الشمالية، لكن من وراء الكواليس في اليومين الأخيرين الأمر لم يعد روتينيا كاملا كما أفدنا. رؤساء السلطات المحلية حتى الآن يدعمون قيادة الجيش والمستوى السياسي، لكن في الكواليس هناك غضب كبير جدا على عدم رؤية خطة تحصين الشمال في الأفق في ظل تهديدات نصر الله، وهذا يقلق السكان كثيرا. في هذه الأثناء كثرت التكهنات والتقديرات في إسرائيل بشأن رد حزب الله المرتقب، في ظل تأكيد معلقين أن مقاتلين موزعين في كمائن يبحثون عن نقطة ضعف على الحدود لتنفيذ الرد. وللمزيد ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة نصر لحم. نصر، على مستوى الإسرائيلي ككل هناك حالة انتظار وترقب، لعلك سمعت الكلام الذي تحدث به الزميل علي مرتضى من جنوب لبنان يتحدث عن أن إسرائيل وضعت بالفعل أهدافا على الحدود الفلسطينية مع لبنان ليستهدفها حزب الله، لكن حزب الله رفض ذلك لاختياره المكان والزمان المناسبين. هذه الحال كيف تنعكس على الداخل الإسرائيلي على كافة مستويات والصعد؟ تحياتي دينا. اولا هذه قضيه راي عام بشكل كامل، فالجانب الاسرائيلي قضيه راي عام يكتب فيها، يقال عنها الكاريكاتير، كتاب الراي، اصحاب الاعمده، وكذلك استوديوهات التحليل الاذاعي والتلفزيوني. ما حدث اليوم يزيد من غموض القضيه اكثر واكثر. هناك تحركات للدبابات المجنزره الاسرائيليه تم نقلها الى الشمال على الحدود مع لبنان، تم اغلاق طرقات بمكعبات إسمنتية ومنع السيارات المدنية الدخول فيها، وكذلك أعلن رسميا عن إغلاق جزء من المجال الجوي المتصل بين شمال فلسطين ولبنان. نعم. وهي ثلاث خطوات لها معنى عسكري قررت فيها هيئة الأركان دون أي تعليق سياسي، إضافة إلى التوتر، إضافة إلى الشلل على الحدود. هذا الغموض، التوقع، الظن ينتقل ليتحول إلى أزمة، يميل نتنياهو وجماعته إلى تعزيم الأزمة الموجودة أساسا في شمال فلسطين وإلى الهروب من الأزمة التي في الجنوب. بيني جانتس والجنرالات المعارضين الذين يخططون للإطاحة به يدفعون به لفتح الجبهة الجنوبية مع المقاومة الفلسطينية في غزة وليس مع الشمال، وتبدو صورة سوريالية أحيانا كثيرة غير مفهومة، لكن في النهاية هذا قلق شديد جدا. هناك من يكتب في إسرائيل ويقول إنه نتنياهو سيحرق الشرق الأوسط من أجل أن يبقى في سدة الحكم، وهذا كلام له مغزى وله منطق. ويعني نفهم من خلال ذلك بأن هناك نوع من التخوف أيضا على صعيد الشارع الإسرائيلي طبعا بين مزدوجين. يعني هذه حالة الترقب على المستوى السياسي والمستوى العسكري والأمني والاستخباراتي كيف هي داخل على صعيد المستوطنين؟ تأكيد، لكن يجب أن نوضح قضية دينا. لم تفتح الملاجئ، لم تطلق الجبهة الداخلية ولا القوى البشرية في جيش الاحتلال توجيهات الجبهة الداخلية بأوامر وتوجيهات الحرب، وإنما هذا الاستنفار هو موضعي على الحدود، يشمل مستوطنات ويشمل شريط حدودي، لكن لا يشمل المدن في الداخل، حتى صفد لا يشملها، لا يشمل حيفا ولا عكا. لم يتم توجيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية باتجاهنا، الأمور قد تصل إلى إلقاء صواريخ على مستوى كيلومترات أو عشرات أو مئات الكيلومترات. يدور الحديث عن عملية موضعية حدودية تماما كما هي أو كما رسمت، لكن لغاية الآن لم تخرج الأمور على هذا النطاق بمستوى شريط الحدود. طيب، وأغلب التحليلات الإسرائيلية ذهبت إلى حد القول بأن نتنياهو يقود الإسرائيليين إلى مستنقع دم، بالتالي كيف سينعكس ذلك على حظوظه في الانتخابات المقبلة؟ قبل قليل كان نقاشات في الإذاعة العبرية. نعم. وهي جزء من البرامج الانتخابية الإسرائيلية، أقلها يقال بأنه
نتنياهو هستيري، نتنياهو يدافع عن معركة حياته وزوجته وأولاده لأنهم سيزجوا في السجن، نتنياهو يخلط الأوراق عمدا، نتنياهو يزرع الخوف في نفوس الإسرائيليين، لكن نتنياهو تحول إلى كابوس سياسي وكابوس أمني وكابوس عسكري وكابوس مالي وكابوس في الفساد، قال القضاء والصحافة، وهناك نقاشات مثيرة لا مجال لإزعاج المشاهد العربي فيها، لكن في الداخل الفلسطيني يهتمون لأنهم يعرفون التفاصيل. الآن إسرائيل أمام مفترق، ليس الحرب أو السلام، إنما نتنياهو أو لا نتنياهو. بهذا المفهوم، إما نتنياهو يصبح هو الملك ويكتب حرفيا في الصحف ويقال في الإذاعات الملك نتنياهو، إما أنه اليمين المتطرف والمستوطنين يتوجونه ملكا سلبيا بمعنى نقيض الديمقراطية، وإما أن يطاح به لأنه حطم المؤسسات التي بناها من هم قبله. نعم، إذا نصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لك. إذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بالعمل في العراق من أجل ما سماه حماية أمن إسرائيل، وفي بث مباشر عبر فيسبوك قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل ضد إيران في كل الاتجاهات بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان، وسائل أعلام إسرائيلية رأت أنه حسم بتصريحه هذا كل التكهنات عن مسؤولية إسرائيل عن الهجمات الأخيرة في العراق. أنا أفعل كل شيء للحفاظ على أمن إسرائيل من الجهات كافة، من الشمال في وجه لبنان وحزب الله، وفي سوريا في وجه حزب الله وإيران، وللأسف في العراق أيضا في وجه إيران. فإسرائيل اليوم محاطة بالإسلام المتطرف الذي تقوده إيران. وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري أكد أن أي اعتداء على أي جبهة في البلاد يعد اعتداء على العراق، وقال خلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع أن وزارته ستتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد بوجه أي اعتداء، وشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة العراق وكرامته. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من أن بلاده ستطلق عمليات عسكرية أحادية في شمال سوريا إذا لم تتمكن قواته من السيطرة على المنطقة الآمنة، وقال أردوغان أن صبر أنقرة بدأ ينفد حيال تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات والممتدة على طول حدودها، ولفت إلى أن المشكلة في المنطقة ليست في تنظيم داعش بل هي حرب مصالح لعدة قوى، حيث يحاول البعض التذرع بهذا التنظيم لتمرير مشاريعه. وللمزيد ينضم إلينا من اسطنبول مراسل الميادين محمود واثق. محمود أهلا بك، نسأل عن تصريحات، كيف تفهم تصريحات أردوغان اليوم؟ تفضل. نعم، يعني تصريحات الرئيس التركي اليوم كانت مفاجئة. نعم. وعودة إلى المربع الأول من التوتر والخلاف الذي كان قائم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول العديد من النقاط المتعلقة بالمنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في الشمال السوري. بعد الاتفاق التركي الأمريكي الأخير، هذه التصريحات يمكن قراءتها بأن هناك خلافا حادا بين الطرفين فيما يتعلق بعمق هذه المنطقة، أيضا الجهة التي ستسيطر على هذه المنطقة. كلام أردوغان اليوم كان واضحا عندما قال بأن أو أمهل الجانب الآخر وهو الولايات المتحدة الأمريكية أسبوع إلى 3 أسابيع، وقال إذا القوات التركية لم تسيطر على هذه المنطقة خلال 3 أسابيع فإن تركيا ستنفذ خططها الخاصة بها في إنشاء المنطقة الآمنة، عملياتها الخاصة، وهنا تهديد ضمني بشن عملية عسكرية ربما شرقي الفرات. وكان الرئيس التركي قبل فترة كان هدد بتنفيذ عملية عسكرية سينفذها الجيش التركي في حال لم يتم التوافق حول المنطقة الآمنة أو إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من هذه المنطقة. إذن هناك رسائل متعددة من خلال تصريحات الرئيس التركي هذه الجديدة اليوم الذي تحدث
تحدث خلال حفلة تخرج الضباط الجدد في الجيش التركي هنا في مدينة إسطنبول، وقال بأنه أمهل الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية أسبوعين إلى ثلاثة بأن تمكن القوات التركية من السيطرة على الشريط الحدودي أو على هذه المنطقة التي تسمى بالمنطقة الآمنة أو ممر السلام حسب الوصف التركي، وإلا فإن تركيا ستنفذ عملياتها الخاصة أو خطة عمليات خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة. إذن هناك انزعاج وهناك استياء من تأجيل أو عدم تنفيذ المراحل المتعلقة بإنشاء هذه المنطقة والتي تم التوافق عليها بين الجانبين التركي والأمريكي قبل أسابيع. إذن محمود واثق مراسلنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أفادت مراسلتنا بمقتل 45 شخصا من تنظيم حراس الدين بقصف صاروخي للتحالف الأمريكي على أحد مقارهم بمحيط مدينة إدلب. المرصد السوري المعارض ذكر أن أكثر من 7 انفجارات عنيفة هزت المنطقة الواقعة بين إدلب وبلدة كفريا شمال المدينة ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت مقر لفصيل حراس الدين. وكانت الغارات الجوية توقفت عن إدلب مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هذا ويواصل الجيش السوري تثبيت موقعه في ريف إدلب الجنوبي بعد استعادته السيطرة على بلدة التمانعة الاستراتيجية. كما نلاحظ بالأفق عندنا قرية الأخوين الكبير التي أصبحت تحت سيطرة الجيش العربي السوري بعد بس سيطرته على مزارع التمانعة، والانتقال بعدها في هذه اللحظات على تلة الزرزور التي يتم تعامل الجيش مع المجموعات المسلحة في هذه المنطقة وتطهيرها من المجموعات المسلحة، والانتقال بعدها إلى أم الخلاخل ثم المشيرفة حتى يتم إطباق الجيش على كامل هذه المنطقة، ومن ثم تطوير الهجوم لاحقا والانتقال إلى أم جلال، إلى تل الشيح، إلى الفريجة، القرى الواقعة أمامه باتجاه إدلب، والوصول إلى معرة نعمان وتأمين فتح طريق الدولة دمشق حما. وللمزيد ينضم إلينا من حلب الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية دكتور كمال جفا، نرحب بك. نسأل سيد كمال بداية، كيف يفهم هذا دخول أمريكي على خط يعني خط جبهة إدلب؟ مساء الخير. ما حدث اليوم الحقيقة يعني يثير تساؤلات لدى كل المراقبين. الموقع المستهدف هو لأنصار التوحيد. أنصار التوحيد كانوا سابقا معروف أنهم حراس الدين، وكانوا يقاتلون مع جند الأقصى وبقايا داعش الذين قدموا من دير الزور، ولهم مشاهد كبيرة ومعارك تم تصويرها في معارك إدلب الأخيرة. لكن هذا الموقع هو مراقب من قبل طائرات الاستطلاع الروسية على مدار الساعة، وقد لوحظت أو لدى العودة لعدد كبير من المدنيين في مدينة معرض مصرين التي حدثت الضربة في جهة في مدخل معرض مصرين حوالي بعيدة 1.5 كيلومتر عن مدخل المدينة باتجاه مدينة إدلب، أن طائرات الاستطلاع الروسية لم تغادر المكان على الإطلاق. لكن بعد فترة إخلاء المنطقة تم الإعلان عن استهداف هذا الموقع. الكل اعتقد أن طائرات يعني حربية روسية قامت بقصف هذا الموقع، لكن تبين بعض شهود العيان شاهدوا أن هناك صواريخ أرض جاءت من جهة الحدود التركية ومن يعني من جهة مدينة غازي أنتاب قطعت فوق دار غزة ووصلت إلى منطقة الاستهداف. أيضا الخبر يعني المفاجئ للجميع هو إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن هي التي استهدفت موقع أنصار الدين، والذي أدى حتى الآن إلى مقتل وجرح 50 عنصر من المقاتلين أثناء اجتماع قيل أن أبو محمد الجولاني كان موجود خلال هذا الاجتماع. القوز البيضاء تفرض طوق أمني مع جبهة النصرة، لم يتم السماح للمدنيين بالاقتراب من المبنى، طابقين المبنى وهو إدارة المدينة هو مسوى على الأرض تماما. لكن كما تفضلتي، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية ولماذا أعلنت عن هذا الاستهداف؟ فإن الموقع مراقب على مدار الساعة من قبل طائرات الاستطلاع الروسية، والكل حتى يعني كل من هو يقيم في المنطقة يعرف أن هذا المبنى كان في جبهة النصرة ثم تم إخلاؤه لجند الأقصى، وبقايا داعش تم استقطاب عدد كبير من المقاتلين، وقد أرسلوا وأرسلوا تعزيزات عسكرية مؤللة خلال الأيام الماضية إلى جبهات حماة وفشلوا في إحداث أي خرق. واليوم أثناء الاجتماع تم استهداف هذا المبنى، لا يعرف
وبالتالي يعني ما الذي قصدته الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى معطيات كافة التي حضرتك تحدثت عنها حول أن طائرات رصد روسية أو طائرات استطلاع روسية كانت ترصد المكان؟ الهدف هو هذا الاجتماع وبالتالي توجيه رسالة من خلال هذا القصف إلى أيضا الروسي من خلال هذه الضربات؟ أنا أعتقد من التحليل والعودة إلى الأخوة المقيمين في المنطقة أن هناك قد يكون هناك تعاون استخباراتي أمريكي روسي أو حتى تركي، لأن كما قلت لك هي منطقة عمليات طائرات الاستطلاع الروسية تعاون تعاون استخباراتي روسي أمريكي في إدلب. قد يكون هناك تعاون استخباراتي أمريكي روسي تركي، قد يكون. يعني أنا أقول لك أن هذا الموقع يعرفه جميع أهالي المنطقة ويتم مسح المنطقة على مدار الساعة، لكن عملية الاستهداف وتبني الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الموقع وأثناء الاجتماع كان يتواجد حوالي 70 عنصر مع عناصر الحراسة بالمبنى يثير يعني تساؤلات عدد كبير من المراقبين. أقول لك الموضوع حتى الآن لم تتوضح الأمور، نحتاج إلى إعلان رسمي روسي أو حتى أمريكي حول آلية الضربة. طيب وأيضا حول ما ينقله الأخوة المدنيون المقيمون في مدينة معرة مصرين وعلى مدخل الجنوبي منها. طيب وحول النقطة التي حضرتك لفت إليها إلى تواجد محمد الجولاني خلال هذا الاجتماع، هل من معلومات أو معطيات أولية حول مصيره إذا كان يتواجد خلال هذا الاجتماع؟ قبل 10 دقائق يعني أحد عدد من الأخوة المدنيين في معارض مصري قالوا أن طوق أمني كبير فرضته جبهة النصرة ودخلت فقط ما يسمى منظمة القوات البيضاء مع سيارات الإسعاف، وأعلنوا قبل قليل أن أحد الأحياء نجا من الاجتماع، لكن بعض المواقع المعارضة تقول أن عدد كبير من القادة المحليين والأجنبيين قد قتلوا في هذا الاجتماع. المعلومات شحيحة جدا، وكل ما يذكر هو ما يثيره بعض المقربون في المنطقة وبعض المقربين من ما يسمى مواقع التنظيمات الجهادية العالمية. إذن الدكتور كمال جفا حدثنا من حلب البحث في الشؤون السياسية والعسكرية، شكرا جزيلا لك. يعيش أهالي تل رفعت في ريف حلب الشمالي ولا سيما النازحون من عفرين أوضاعا معيشية وظروفا أمنية صعبة مع تواصل القصف من القواعد العسكرية التركية القريبة من المدينة وأريافها. الحركة الاعتيادية في الشوارع والنشاط الاقتصادي المتواضع في الأسواق والمحال التجارية لا يعنيان أن الأمور تسير على طبيعتها في مدينة تل رفعت، فالمدينة الواقعة على مقربة من مناطق السيطرة التركية في ريف حلب الشمالي وتنتشر على أطرافها عدة قواعد عسكرية للجيش التركي باتت هدفا دائما لمدفعية هذا الجيش وصواريخ الجماعات المسلحة التابعة له. جينا قصايف خير الله، مو مرة مو مرتين مو ثلاثة ومو أربعة، من عزاز ومن ميري أشودة. المدنيين لا ما يروحوا وين بده يهربوا؟ نقاط طبية عنا هون كتير قليلة، قذائف كل يوم بتاخذني يعني 10 قذائف بالميتة، 10 قذائف 5 قذائف 10 قذائف، في جرحى في شهداء والحالة الطبية كتير سيئة. عم يتعانوا من القصف التركي ومن إرهابيين، وعم يتعانوا من مسألة يعني الاقتصاد والوجع الإنساني، ومطلوب من أمم العالم أن يساعدونا. الاستهداف المتكرر بالقذائف والصواريخ أمر يعيش فصوله المرعبة القاطنون في تل رفعت والقرى المحيطة بها. قصف واستهداف ما زلا يقيعان الكثير من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين، مدنيون جلهم من النازحين الذين تركوا ديارهم في عفرين وأريافها إثر دخول الجيش التركي إلى مناطقهم قبل أكثر من عام، واختار لهم القدر تل رفعت ملجأ ومأوى يخفف عنهم عناء التشرد والنزوح، كحال أم إبراهيم التي هربت من قريتها جمروك بريف عفرين الشمالي تحت وطأة المعارك بين الوحدات الكردية والجيش التركي. هي وأطفالها 5 وزوجها وشقيقتها يقطنون غرفة واحدة ليست بمنأى عن القذائف المنهمرة على نحو دوري على مدينة تل رفعت ومحيطها. جينا لما لقينا بيت فاضي، ضلينا 10 أيام قاعدين على الأرض بتشول حوالينا بين الأشجار، قعدنا لا عندنا مي لا كان معنا شرب، المطر فوقنا، الأولاد عندنا أولاد صغار كلاتهم مرضوا، لا في دكاترة لا في دواء لا في شيء.
القذائف والصواريخ التي تتعرض لها المدينة يقول عنها مطلقوها إنها تأتي ردا على الوجود العسكري لمسلحي الوحدات الكردية في تل رفعت ومحيطها، فيما يؤكد السكان أن مظاهر مسلحة فيها، وإنما هناك أناس فقدوا ذويهم وهجروا قسرا من ديارهم. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة. أهلا بكم جديد. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 على قائمتها السوداء، وأعلنت فرض عقوبات على قبطانها. الوزارة قالت إن فرع مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ هذه الإجراءات لأن قوة القدس التابعة لحرس الثورة تستفيد منها. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تملك معلومات وصفها بالموثوق بها عن إبحار الناقلة الإيرانية باتجاه ميناء طرطوس السوري، وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن الثقة بوزير الخارجية الإيراني كانت خطأ كبيرا، ولفت إلى أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على الناقلة الإيرانية بسبب مساعدتها حرس الثورة على بيع النفط غير المشروع من إيران إلى سوريا على حد قوله. وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري جهرمي دعا صحفيي بلاده إلى تفقد القمر الصناعي ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن فشل تجربة إيران في إرسال قمر صناعي إلى الفضاء. جهرمي نشر صورة له والقمر الصناعي خلفه متحديا ترامب أن ينشر مخططا دقيقا لمكان إسقاط الطائرة المسيرة عبر نشر صور لحظة إصابة الصاروخ الإيراني الطائرة. السيد ترامب ادعى أنه ليس لديهم يد في انفجار وقع في محطة سمنان الفضائية، وهذا لم يحدث في الأصل، لكنني أرغب كإيراني في أن أقول له إذا كنت تدعي أنك تملك صورا لانفجار لم يحدث في سمنان، فمن الأفضل للعالم أن تظهر صور لحظة استهداف صواريخ قواتنا المسلحة لطائرتكم على نحو مؤكد ومكان سقوطها بعدما خرقت أجواءنا، إذا كان لديكم صور عالية الدقة كما تدعون. المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أكد أن المشاورات مع الفرنسيين بشأن الاتفاق النووي لم تنتهي حتى الآن، وقال عراقتشي أن على الأوروبيين تلبية مطالب إيران بشأن بيع النفط إذا كان الأوروبيون وبقية أعضاء الاتفاق النووي يرغبون في عودة طهران إلى التنفيذ الكامل للاتفاق. اعترف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أمام المحكمة بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي وصلت إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة. البشير قال أن هذه الأموال لم تذهب إلى خزينة الدولة لأن بن سلمان لم يرغب في أن يعرف أحد من يقف وراءها. ووجه قاضي المحكمة إلى البشير تهمة حيازة 7 ملايين يورو ونصف مليون دولار ونحو 6 ملايين جنيه سوداني على نحو غير شرعي. احنا لو جينا في السودان لازم نوري المصدر بتاعه. لانه ليه يعني؟ لازم الامانه لو انتم خايفين المصدر ليه يعني؟ خايفين مصدرنا ده خصبة امير. وانا كنت اتمنى المحكمه تكون محكمه سريه عشان ما يظهر فيها اسم الامير ده، وهو ما كان اسمه يظهر في اي حاجه، بالتالي هو رساله بذاته بطياره خاصه لمبعوث خاص. لا ليه يعني؟ أنا ما عارف منه تبرع، تبرع يزيد تبرع عادي يعني. لا هو تبرع قطوع. ها؟ قطوع يعني الحكاية ما تصح. في اليمن أعلن مصدر عسكري مقتل جندي سعودي بنيران الجيش واللجان شرق جبل جحفان بجيزان السعودية، وسيطرت القوات المسلحة على مواقع جديدة شمال جبل النار الحدودي بين حرد وجيزان، وقتل عدد من أفراد قوات التحالف السعودي جراء استهداف تجمعاتهم بأربعة صواريخ زلزال واحد قبالة منفذ علب الحدودي بين عسير وصاد. وبالتوازي شنت طائرات التحالف أكثر من 25 غارة على محافظتي صعدة وحجة. في عدن تشهد المحافظة هدوءا حذرا فيما عززت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات من انتشارها. وفي زنجبار في محافظة أبين الشرقية عدن شوهدت قوات المجلس برغم المعلومات التي تحدثت عن سيطرة قوات هذه المدعومة من السعودية على المدينة، وقد أظهرت اللقطات حجم الدمار والآليات أو في الآليات والممتلكات جراء الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
والآن إلى المشهد التونسي، حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية. إذن أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحا قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 من الشهر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أشار إلى أن المحكمة الإدارية رفضت مطالب 4 مرشحين قدموا اعتراضات لديها بعد انعقاد الجلسة العامة القضائية، وأشار إلى أن المحكمة رفضت عون 4 مشتكين بنقص الحكم الأولي. سكان مدن الحوض المنجمي في تونس سبق أن انتفضوا ضد حكومة بن علي حتى قبل ثورة 2011 للمطالبة بعيش كريم. اليوم على الرغم من وعود الحكومات المتعاقبة لم يرى الأهالي أي نقلة حقيقية حدثت في منطقتهم الغنية بالفوسفات. مراد دلنسي. يرى المختصون في تونس أن الانطلاقة الحقيقية للثورة التونسية بدأت مع انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008. حينذاك انتفض أهالي هذه المنطقة الغنية بالفوسفات في وجه نظام بن علي، مطالبين بالإفادة من ثروات منطقتهم عبر توفير عمل كريم وتحسين ظروف المعيشة. سقط نظام بن علي ولم تنتهي معاناة أهل الحوض المنجمي، هكذا يقولون. ففي مدينة المتلوي لمؤشرات توحي بأن هذه المنطقة تحوي ثروات باطنية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. مستشفى جهوي برتبة مستوصف بلاكة بركة موجودة فيها مستشفى جهوي. عنا القطار حابس، القنطرة حابسة اللي هي أكبر كارثة، معناها ليني كامل حابس أكثر من عامين من الفيضانات الكبيرة اللي فاتت، ما ثم حتى حاجة، كيف حابسة. نقل الفوسفات في شاحنات، الشاحنات زاد كملت على بقية الكياس اللي عنا، معناها نحن ما عناش بنية تحتية وما عناش كياسات، زاد كملت عليها الكمين. يقول الأهالي إن منطقتهم تفتقر إلى أبسط ظروف الحياة الكريمة، تعطل في إنجاز المشاريع واستشراء للفساد، حتى صار الأهالي يكتفون بمراقبة قطارات الفوسفات تعبر مدينتهم من دون الإفادة منها. مثل ماش كل فوسفات، والفوسفات قلت ماشي غيرنا، قالوا باش نعملوا نسبة، باش نعملوا بنك هناك بالنسبة للمتلوي، تنمية الولايات قفصة والمتلوي، مثل ماش هو كل كذب، يكتبوا علينا كل كذب. البطالة معناها بوصة نقول لك 90% وتوزيع الشغل ردي الاخر، فيه تجاوزات وفيه خروقات. ارجوكم لوجه الله بربي تبلغوا للدوله تعود تعمل لجان في التشغيل. يقارن اهالي الحوض المنجمي بين واقع مدنهم وواقع مدن اخرى غير تونسيه غنيه بالفوسفات، فهناك تخصص الحكومات جانبا من المداخيل لتنميتها. هو المطلب ذاته الذي ينتظر سكان المدن الفوسفاتيه التونسيه ان ينفذه رئيس تونس المقبل. الثروات المنجمية الهائلة التي تزخر بها جبال مدن الحوض المنجمي لم تنعكس إيجابا على الوضع المعيشي في هذه المدن. ففي مدينة المتلوي مثلا يطالب الأهالي بتحويل جزء من هذه الثروات لإنعاش المدينة اقتصاديا والقضاء على البطالة. مراد دلنسي من مدينة المتلوي التونسية، الميادين. حلوى المقروض القيروانية من أشهر الحلويات التي تحضر في كل الأعياد والمناسبات في تونس. مريم عثمان مفادة الميادين إلى تونس، زارت السوق الذي تشتهر المحال فيه بإعداد حلوى المقروض وعادت بالتقرير التالي. في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس وفي شارع يشتهر بالمحل التي تعد حلوى المقروض التونسية والتي يعود أصلها إلى محافظة القيروان. سنتعرف معا على هذه الحلوى ومكوناتها وما يميزها. المكونات نتاعو سميد فارينة، معناها هذوما لي باز، تخلط السميد والفارينه ومن بعد تحط لهم الزيت.
تحط كيلو سميد عليه رطل الفارينة، ما يلزمش يكون فيه برشا زيت باش تخرج لك الكعبة تريق، ومن بعد تصب لها الماء، ومن بعد الماء تخلط باش تولي عجينة، تخليها ترتاح معناها 2-3 مينوت وتحلها وتحط لها التمر، التمر معجون. تبدأ تخدمها دو تيل سورت يبداو فتيلة وتخدم خدمتك. يا مقروض صغير يا مقروض كبير، والحشو تغير معناها، فما اللي نخدموه باللوز، فما اللي نخدموه بالفواكه الجافة، وفما اللي بالتمر، التمر بدون فوتوه. عنا التمر على أنواعه في تونس، ولكن الأكثرية التمر شغلناه في المقروض اللي قعدنا مقروضنا الأصيل، كل مقروض كل تونس. المقروض يقعد ديما الحلو متاع الشعب التونسي الأصيل اللي مثلنا أصلتنا في الحلويات التونسية. مريم عثمان، تونس، الميادين. اخترق المتظاهرون في هونغ كونغ الحواجز المحيطة بالبرلمان في محاولة لاقتحام المقر، وألقوا زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، فيما ردت العناصر الأمنية باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رسوما جمركية إضافية ستفرض على بضائع صينية تدخل حيز التنفيذ اليوم. ترامب قال أن الضغط الاقتصادي الأمريكي أسهم في منع السلطات الصينية من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين في هونغ كونغ. لقد رأيت للتو الأخبار التي تؤكد أن 13% من الشركات ستغادر الصين في المستقبل القريب. هذا موضوع كبير وأنا لست مندهشا لذلك. أعتقد أن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير، لأنهم في الصين لا يمكنهم أن يكونوا منافسين مع الضرائب التي فرضتها عليهم. لقد خفضوا من قيمة عملتهم وضخوا المزيد من المال في الاقتصاد. قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن أوروبا لا يمكنها إعطاء دروس إلى البرازيل بشأن الأمازون. بولسونارو أكد استعداده للتحدث لأي طرف باستثناء ماكرون، ما لم يتراجع عن قوله أن مسألة السيادة على الأمازون باتت مطروحة للنقاش. يأتي ذلك فيما تواصل الحرائق توسعها، وسجل المعهد الوطني لأبحاث الفضاء 2300 بؤرة حريق جديدة في البرازيل، بينها نحو 1500 في ولايات الأمازون التسعة. ختام هذه النشرة مع ذكرى 32 لاغتيال الرسام الكاريكاتيري الفلسطيني ناجي العلي، والذي غاب جسدا لكنه بقي أيقونة وملهمة للأجيال. ولهذه المناسبة نبقى مع هذا التقرير الذي يعد لبرنامج المشهدية على الميادين عن الرسام الفلسطيني ماهر الحاج من مخيم برج البراجنة، والذي يعد واحدا ممن تأثروا برسوم العلي وآمنوا بشعار حنظلة وصاروا على دربه. بيسان طرف. ولدت حيث ولد المسيح بين طبرية والناصرة في قرية الشجرة بالجليل الأعلى. أخرجونا من هناك وعمري 10 سنوات عام 48 إلى مخيم عين الحلوة بلبنان. إذا قيل إن ريشتي تشبه مبضع الجراح أكون قد حققت ما حلمت طويلا بتحقيقه. في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت، سنتعرف من خلال هذا التقرير على الفنان الفلسطيني ماهر الحاج الذي تأثر بالرسام الكاريكاتيري ناجي العلي بالمضمون السياسي والاجتماعي والإنساني الذي كانت تعبر عنها رسوماته. ماهر الحاج الذي عاش في زواريب المخيم مدركا حجم معاناة اللاجئين الفلسطينيين فيه أصر على استكمال مسيرة ناجي العلي أسلوبا ونهجا. حبيت انه دخل حنظله
ضمن الحاضر اللي نحن عايشين فيه اللي عايشين فيه يعني مبدئيا، عشان انه كنوع من التعبير عن كل شيء مثلا نحن بنعانيه من مشاكل اجتماعيه لاقتصاديه لاي شيء يعني، الى جانب طبعا استعمالي لحنظله بالشغلات اللي بتراك بيناش العالم. رسمت ترامب بطريقة البايسن، والبايسن معروف قديش هو عنيد وقديش هو خطر، فحنظلة رغم هذه الخطورة ورغم هذه الأمور كلها فتحدى البايسن مثل المصارع الثيران الإسباني، أنه لن تمر الصفقة، لن تمر قراراتك على شعب الفلسطيني. طبعا هون انتفاضة السكاكين وهبة السكاكين، فطل سلاحي من جراحي يا ثورتنا طل سلاحي، طريق القدس هو انتفاضة التحرير، برغم أنه البيت مهدم وبرغم أنه ما في غير حيط واحد وباب، رغم هذا حنظلة مصر على العودة، حتى لو البيت موجود هو بده يدخل من الباب اللي طلع منه جده. ناجي العلي هو أيقونة للشعب الفلسطيني، أيقونة نضال، هو الضمير الحي، الضمير الصافي الذي لا يعرف المهادنة، هو بس شايف قدامه طريق واحد هو فلسطين. كان عم بيرسم بالعظام البشرية بمعاناة الشعب، معاناة الناس، يعني كان يبرم بزوارب المخيمات، يسمع الأنين، يسمع الصرخة، يسمع الوجع. فناجي العلي ابتكر شخصية حنظلة كرقيب على ناجي العلي. بسانت الراف الميادين. والآن إلى العناوين. مصادر ميدانية تؤكد للميادين أن الاحتلال قدم أهدافا عسكرية ثقيلة للمقاومة، لكنها لم تتعامل معها لإصرارها على تحديد الزمان والمكان المناسبين لها. وإن عبارات الإدانة وحدها لن توقف ولن توقف استباحة إسرائيل وعدوانيتها المتواصلة على لبنان. وحدهم المقاومون يمتلكون سر المعادلة. رئيس المجلس النيابي اللبناني يؤكد دور المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الردع. نتنياهو يقر ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن شن غارات في العراق بذريعة حماية مصالحها. أردوغان يهدد بإطلاق عملية عسكرية أحادية شمال سوريا إذا لم يسيطر على المنطقة الآمنة، ومقتل 45 عنصرا من تنظيم حراس الدين بقصف صاروخي للتحالف الأمريكي. البشير يعترف بتلقيه 25 مليون دولار من بن سلمان، والمحكمة تتهمه بالفساد. والهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن قبول ملفات 26 مرشحا لخوض السباق الرئاسي. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net، والميادين بالإسبانية للمتابعين بلغة الإسبانية. للقاء.